Mes chers étudiants de la première année sont de la langue française à la faculté de pédagogie de Port Saïd, euh, bonjour. J'espère que tout va bien et que votre santé est très, très bien. Aujourd'hui, on va parler de la structure du texte. La structure du texte, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la composante d'un texte, les parties de texte. Et la structure du texte, on a une question. Quelle est la structure d'un texte? Et euh, on peut dire euh, qu est, et quelles sont les parties de texte? Quels sont les éléments essentiels d'un texte? La structure du texte m'a كلي لا ستركتور de texte دا تكست ايه هي بنية النص يعني النص بيتكون من ايه ايه هو اجزاء النص ايه هو شكل النص لو دو تكست النص نفسه عبارة عن ايه لو تكست دواف تو زانكلوغ اون انتروداكسيون كلير ان ديفلوبمون او اون كونكلوزيون في ثلاث عناصر او ثلاث اجزاء مختلفة لازم يتضمنها أي نص أو أي مقالة عندي أول حاجة يقولنا introduction clear مقدمة واضحة and development اللي هو لوكار دو لوجسم اللي هو جسم النص ويقولنا conclusion اللي هي الخاتمة يبقى أجزاء النص أو بنية النص أو محتويات النص أو شكل النص عبارة عن ثلاث حاجات في مقدمة وفي جسم النص النص او التطور اللي هو تطور النص او الكونكلوزيون طيب, Voilà la structure indispensable que nous devrons suivre pour pouvoir écrire ou identifier un texte ou essai. Essai, هو هو المقال. maqal. هو hoa ال, البنية النص indispensable, التي لا يمكن yumkin que nous devrons euh, pour, pour, pour pouvoir écrire ou identifier un text المفترض ان احنا نتبعها علشان نقدر نكتب او نقدر نحدد نص قلنا ان احنا عندنا تروا بارتي نمرو ا لانترودكسيون ونمرو دو لو ديفلوبمون اي نمرو تروا لا لو كونك لا كونكلوزيون في الانترودكسيون اون في كلك ايتاب نمرو 1 كابتي لاتونسيون دو ليكتور نمرة 2, identifier لو بوت دو تكست Numéro 3, formuler la thèse تكست يعني ايه الكلام ده في الانتروداكسيون اول حاجه احنا بنعملها اون في كابتي لاتونسيون دو لوكتور يعني بنجذب انتباه القارئ كابتي لاتونسيون دو يعني يجذب انتباه كابتي لاتونسيون دو لوكتور بنجذب انتباه القارئ طيب بنجذب انتباه القارئ ازاي انا في المقدمه لازم احط مثلا جمله تعجبيه سؤال بتودينا لان احنا لسه في الجزء الجاي اللي هو في جسم النص احنا هنعرف الشيء اللي احنا بنتعجب منه او بنسال عنه يعني مثلا هدي اكزامبل لو احنا بنتكلم عن لو دو لا فام فام في ناس بتقول ان هو عمل المراه في ناس بتقول ان هو اه لا مفيد وكويس وفي ناس تقول لك لا مش مفيد مش كويس فاحنا لو احنا مثلا عايزين نعمل كابتيلا اتونسيون دو في موضوع زي لو ترافايل لا هنعمل في الانتروداكسيون سؤال توي افيك او كونتر لو لا فام انت مع ولا ضد عمل المرأة؟ في في اللي جاي بقى المفترض في الكاتب وهو بيكتب هيوضح بقى طب هو مع ولا ضد؟ والمفترض ان هو يقنعني بوجهة نظره. اذا في الانتروداكسيون لازم احنا نعمل ايه؟ نعمل اول حاجه كابتي لاتونسيون دو علشان الفكره اللي جايه بقى او الموضوع اللي انا بتكلم عنه يبقى واضح قدامي كقارئ. نمرة دو ايدنتيفي لو بوت دو تكست برضه في الانترودكسيون لازم نحدد الهدف من النص. الهدف من النص بتاعي ده ايه؟ هل انا بتكلم عن نص وصفي؟ هوصف حاجة، هل أنا بتكلم عن نص جدلي، هقول رأي ورأي آخر هل أنا بتكلم عن نص روائي هحكي حكاية أو رواية إيه الهدف من النص أنا بكتب النص ده علشان إيه علشان أعمل إيه ده لازم يكون واضح جدا في الانترودوكسيون نمرة 3 on fait formuler la thèse du texte la thèse du texte c'est à dire quoi c'est le noyau النص أو اهم اهم جمله اللي هتوضح لي بقى انا هجذب انتباه القارئ ازاي وزي ما انا قلت لكم لو احنا قلنا ان لا دو التكست في المثال اللي انا قلته لكم لو ترافاي دو لا اللي هو الكيستيون تو افيك او كونتر لو ترافاي دو لا يبقى احنا كده في البارتي الاول في البرومبير بارتي دو تكست اونا لا لانترودكسيون Et dans l'introduction, on fait trois éléments essentiels. Numéro un, capter l'attention du lecteur. Numéro deux, identifier le but du texte. Numéro trois, formuler la thèse du texte. Et après, on en entendu que point les points donne les points. L'introduction le développement. Au développement, c'est la conclusion. خلاص عملنا الانترودوكسيون بنخش بقى على الديفلوبمون او لو كور دو جسم النص لو كور دو دي بقى اللي هي عباره عن ايه عباره عن الباراجرافات عباره والباراجرافات دي جت منين جت من الافكار عملت اورجانيزاسيون للايدي بتاعتي بعد ما عملت الاورجانيزاسيون دي زيدي عملت بعد كده اكسبريمي دي بوين دو فيو علشان ايه اعمل الباراجرافات الباراجرافات هتتكون من ايه اللي هو جسم النص نفسه, نفسه الموضوع نفسه السوجي يبقى في الـ في الديفلوبمون دون لو ديفلوبمون دو تيكست اون ا اون في اورغانيزي لي زيد اول حاجه بنعملها اورغانيزاسيون دي زيد نمبر 2 اكسبريمي تي بوين دو فيو اي لي ديفلوبي تبدا تعبر عن وجهه نظرك وبتطورها اللي هي الجمل اللي انت بتكتبها اللي هي في الاخر بتكون لي باراجراف والباراجراف بينتقل من باراجراف الى باراجراف لحد لما بنخلص الكاردو تكست اللي هو جسم النص ودوت يعتبر الايه الديفلوبمان يبقى في الانترودوكسيون اون في كابتي لاتونسيون دو لكتار دو لوكتور ايدونتيفيه لو بوت دو تكست فورموليه لا تيز دو تكست دون لو ديفلوبمان On fait organiser les idées et on fait aussi exprimer notre point de vue et les développer. Numéro 3, pour la conclusion on fait l'opinion des points de vue développés et on fait aussi dégager des perspectives. Pour la conclusion on fait des de la بنعمل ايه بقى بنعمل بيلون فيو بيلون يعني توازن يعني بالانس يعني اكيليبرا توازن توازن بين النقاط المطوره النقاط اللي انا كتبتها الافكار بتاعتي وجهه نظري بنعمل توازن ما بينها بنعمل بقى بنطلع الاستخلاصات بنعمل كونكلوزيون بنعمل ملخص بنعمل نهايه للنص Dégager des perspectives, perspectives, mais pas dans mon a les points de vue. On a dégagé des points de vue, les nènes de mon zbout. On a trois parties du texte, introduction, développement, conclusion. au fait l'introduction, on fait capter l'attention du lecteur, identifier le but du texte, formuler la thèse du texte. Euh, dans le développement, on a... On va organiser des idées, exprimer notre point de vue, il est développé et, les développer, et faire une conclusion, on fait l'opinion de point développé et on fait dégager des perspectives. ou ça, en de la structure du texte ou les trois parties du texte. Voilà, نمرة دو لي دو تاكست اي لور ايه هي بقى انواع النصوص وايه خصائصها اكيد احنا واحنا بنكتب اكيد واحنا بنكتب عندنا هدف بنكتب عشانه طب احنا بنكتب ايه بقى ايه نوع النص اللي انا بكتبه طيب وايه خصائصه نمرو ان لو تاكست ناراتيف او لو Le texte narratif vient de narration. Narration, c'est-à-dire Rouai. Rouai yani beroui, yani bakhi, le récit, etc. Un texte narratif est un texte qui raconte une histoire et il est constitué d'une série de faits de fait qui constitue une unité. Le texte narratif raconte une action complète ou une séquence de l'action. Il peut parler de personnages réels ou imaginaires. Un os est un texte qui raconte une histoire. Il est constitué d'une série de faits qui constituent une unité. وبيتكون من سلسلة من الأحداث التي تكون وحدة وحدة متكاملة من الأحداث يعني زي ما يكون عندي مسلسل في سيري في حلقات وفي الآخر بيكون لي بيعمل لي أونيتي لو تاكس نغاتيف راكونت اون اكسيون كومبليت او اون دو اما النص الروائي ده بيحكي لي حدث كامل حدث كامل متكامل أو جزء من الحدث، المهم إن هو بيحكي، بيرسوناج برسوناج غيال وإيماجينير، وإما بيتكلم عن شخصيات حقيقية أو شخصيات خيالية، لو أنا مثلا بقول شخصيات حقيقية زي كاتب، لو أنا بتكلم مثلا عن طه حسين، عن شاعر قصة حياة كاتب قصة حياة إنسان مشهور قصة حياة إنسان يعني حاجة حقيقية أو إيماجينير. حاجة خيالية زي مثلا لوبتي برنس القصة الخيالية بتاعت لوبتي برنس أو هاري بوتر أو أي قصة خيالية ممكن أكون بكتبها يبقى أنا عندي النص الروائي بيحكي قصة بيتكلم عن حدث أو جزء من الحدث بيحكي عن شخص حقيقي أو شخص خيالي لو تكست ديسكريبتيف او لو النص الوصفي او النص ايه او البورتري نص وصفي يعني انا بوصف شيء بوصف مكان بوصف اي حاجه غير الانسان طب لو وصفت الانسان هيبقى اسمه بورتري يبقى النص الوصفي عامه بوصف اي شيء لو تكست ديسكريبتيف طب لو انا بوصف انسان يبقى اسمه بورتري Le texte descriptif est un texte qui présente les aspects différents, les différences d'une chose. les aspects d'une chose. la description c'est représenter une personne, un objet ou un chose, un lieu sur un aspect particulier. أو بيعرض لي شخص أو شيء أو مكان بس بشكل إيه؟ دقيق أسبي بارتيكولي يعني من جانب دقيق جدا لورسكو لا ديسكريبسيون شو رابورت برسون إل سابيل بورتري في حالة الوصف بيتعلق بشخص في الحالة دي بيبقى اسمه بورتريه يعني لو بش بوصف إنسان أقول عينيه شعره شفايفه جلده لونه ده كده انا بوصف انسان في الحاله دي بيبقى اسمه بورتري بعد كده له التكست ارجومنتاتيف اللي هو النص الجدلي الجدلي يعني الراي والراي الاخر زي ما انا بقول كده مثلا عمل المراه انت مع او ضد بيبقى فيه اسباب إيه الكاتب بيقنعني بوجهة نظره، بيديني براهين وأدلة. وده بيبقى من أصعب النصوص. Le text argumentatif est un text qui annonce des idées pour convaincre. Le text le cadalie بيقدم لي أفكار pour convaincre علشان يقنعني بيها. Il sert à analyser les différents aspects d'un point de vue pour tirer une conclusion qui apparaît logique. Et إيه هدفه ان هو يحلل الاوجه المختلفه لوجهه النظر علشان يطلق كيريه يطلق خاتمه تبدو منطقيه يدي في الاخر شيء منطقي son objectif essentiel de tenter de modifier les le convention ou دو فيو de vue de l'interlocuteur ou du lecteur وهدفه الاساسي او الرئيسي ان هو يحاول ان هو يغير المعتقدات أو القناعات أو وجهات النظر للمتحدث أو للقارئ حسب لو المتحدث لو أنا مثلا بعمل جبا بعمل مناظرة رأي ورأي آخر ولو لكتور يبقى نص مكتوب يبقى هنا النص الجدلي بيديني أفكار علشان يقنعني بيحلل وجهات النظر المختلفة عشان في النهاية يدي نهاية منطقية للشيء وهدفه الأساسي إن هو يغير القناعات أو وجهات النظر للقارئ أو المتحدث. للتكست انفورماتيف النص المعلوماتي ده بقى بيديني معلومات لو ان تكست انفورماتيف اي تكست كي <applause> دون دي انديكاسيون سور اون رياليتي لو تكست <applause> انفورماتيف ابورت دو كونيسونس تري بريسيز سور ان و سورتياسيون معلومات يديني معلومات ويديني اشارات مؤشرات اندكيشن مؤشرات للحقيقه لشيء حقيقي و معلومات محدده عن حاجه معينه او عن موقف معين طيب للتكست إكسبليكاتيف النص الشارح بقى ده بقى بتاع الظواهر الكونيه زي زي مثلا زلزال حاجه طبيعيه موجوده وانا بدي بدي بقى وايه بشرح جات منين مثلا زي ايه النظريه زي الفيمتو ثانيه زويل الله يرحمه حاجه كده نص ايه في معلومه بس بيشرح معلوماتي شارح

ايه ا فينومين بيدينا شرح للاحداث بيدينا شرح للاحداث او المواقف اللي بتبقى محتاجه ان احنا نفهمها زي الظاهره اللي بتسمح لنا ان احنا نفهم ظاهره زي ما انا قلت ظاهره كونيه حاجه في الذره حاجه في العلوم لتا دون رياليتي حاجه واقعيه لو فونكسيونمون دون او وظيفه اله او مؤسسه او او شيء يبقى اذا بتديني شرح للاحداث او المواقف اللي بتجعلنا بتخلينا نفهم ظاهره او حاله من الواقع او عمل مؤسسه او وظيفه معينه حاجه بتديني شرح مفصل تديني معلومه وتديني الشرح بتاعها يعني مش مجرد معلومه بس لا معلومه وشرح علشان افهم الظاهره او افهم الشيء اللي غامض بالنسبه لي طيب النقطة بقى الأخيرة في الـ في الـ في, السيشن بتاعنا دوت أو الكور بتاعنا دوت لو رول دونسينيون أو لونسينيون دون لونسينيمون دو ليكريتور إيه هو بقى دور المعلم والمعلمة في تدريس الكتابة؟ أفن داتندر لي في سي ديسيو دونسينيان علشان إحنا نوصل للأهداف بتاعة تدريس الكتابة

فيما يتعلق بمعارفه السابقة يعني دلوقتي بدرس كتابة أول حاجة أعرفكم إيه هي مهارات الكتابة إيه هي مهارات التواصل الكتابي بعد كده أنشط ذهنكم اللي عندكم إيه المعلومات اللي عندكم عن الكتابة نمرة 3 بريزونت لي كاركترستيك إلى ستركتور دو ديفير تيب دو تكست بعد كده أقدم لك الخصائص المختلفة وأنواع النصوص زي ما إحنا قلنا دلوقتي أنواع النصوص كذا وكذا 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 عشان لما تيجي تكتب تبقى عارف بتكتب إزاي دي تيرمين او جيد دو روشوا دو سوجي لانتونسيون دو ليكريتير و ديستيناتير وخلي بالكو كلمه ديستيناتير عندكم مكتوبه غلط نصلحها زي ما هي مكتوبه كده بيحدد او بيوجه المتعلم في اختيار الموضوع بتاعه والهدف من الكتابه ومين الشخص اللي هيوصل له الكتابه ديستيناتير اللي هو المستقبل المستقبل للرسالة يعني أنا كمعلم مفترض أن أنا أختار مع الطالب هنكتب إيه وإيه الهدف من الكتابة والكتابة دي هتوصل لمين علشان كل دوت كل دي حاجات بتخلينا إزاي نعرف نكتب بوجه الطالب أنسيني لو دي بعلمه إيه هي مراحل الكتابة اللي اللي إحنا خدناها الخمسة ونسيني لز لي موديكريتور ايه هي عناصر الكتابه اللي هي الاكسيجونس دو لو كريتور اللي هي متطلبات الكتابه فافوريز لو لوكور او ابيليتي سوبيريور دو لا بونسيه اناليس سنثيز ايفالياسيون بار لو كيسيونمون وبحاول ان انا اخليه اشجعه ان هو يرجع للمهارات العليا يعني اخليه يعمل تساؤلات لنفسه علشان يشغل مخه ويبدا للمهارات العليا للتفكير اللي هي الاناليز التحليل والسنتاز والايفالياسيون التحليل والتركيب والتقويم من خلال ان هو بيعمل تساؤلات لنفسه يبقى انا دلوقتي دوري كمعلم او معلمه في تدريس الكتاب اول حاجه اون سين لي كوميونيكاسيون اكريت بدرس للطالب ايه هو ايه هي مهارات التواصل الكتابي اكتيف لي كونيسونس انتيريور شي لي ان انا بحاول ان انا انشط الذاكره بتاعته انشط المعارف والحاجات اللي خدها قبل كده عن الكتابه بريزونت اللي كاركترستيك لي دو ديفير تيكست دو تيب دو تيب دو تيكست ان انا اقول للطالب ايه هي خصائص خصائص وانواع النصوص كل نص وخ... نوعه ايه وخصائصه ايه ديترمين او جيد دون لو شوا دو سوجي دو لانتونسيون دو دي ديستيناتير وببدا احدد معاه واوجهه لنوع النص اللي هيكتبه ايه هو الغرض من النص ومين اللي هيوصل له النص انسيني لو بروسيسوس كريتور بعلمه ايه هي خطوات الكتابه عمليات الكتابه ولز والزي، دي ولز اللي هي الاكزيجونس دو متطلبات الكتابه وفافوريز لو كور سوبريور بحاول انشط مخه واخليه يلجأ للاناليز والسنتاز والايفالواسيون علشان يعرف يكتب كويس اتمنى يكون الكور سهل وبسيط وان شاء الله اشوفكم الكور القادم اوروفار